السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنحاول نفسر منحنيات بلانك. يا ترى ايه تفسير بلانك لمنحنيات الاشعاع الجسم الاسود؟ طبعا احنا ممكن نقول مثال ان احنا لو في واحد قدر يجيب صفيحة ويملاها رملة ناعمة جدا، وبعدين طلع في دور عالي، نفترض الدور السابع مثلا، وبدأ يكب الرملة دي من البلكونة، وطلب منك انك تقف بعيد 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 جدا وتشوف هو بيكب ايه من البلكونة، وبدأ يكب الصفيحة دي ورا بعض. يا ترى لو وقفت بعيد انت هتشوف ايه؟ هل هتشوف حباية الرملة وهي بتقع من الصفيحة، ولا هتشوف ان اللي واقع من الصفيحة ده مية؟ طبعا هنا العين مش هتقدر تشوف حباية الرملة لوحدها، ولكن هتشوف مجموعة حبات الرمل مع بعضها اللي هتكون احساس بان اللي بيتكب دون مية. ده اللي كان عايز يقوله بلانك، عايز يقولك ان الاشعاع ده مش حاجة واحدة، ده عبارة عن بلايين من الوحدات او الدفقات الصغيرة. انت بتخيل ان انت الاشعاع ده عبارة عن موجة متصلة اهي، ده تخيلك عن الاشعاع موجات، لكن هو مش كده، هو عبارة عن دفقات، عبارة عن وحدات، ما هواش متصل، ولكن هي كلها مع بعضها يتهيأ ليك انها متصلة، وكأنه عايز يقول بالراحة الكلاسيكية العيب مش في وجهة نظركم، ولكن العتب على النظر، العين اللي مش قادرة تشوف طبيعة الضوء الصحيح. يبقى استطاع بلانك ان يفسر ظاهرة اشعاع الجسم الاسود بفرض عدة فروض. يبقى هو كان المفروض بلانك يرد على سؤال: ليه شدة الاشعاع عند الترددات الكبيرة بتكاد تنعدم؟ فهو استخدم 7 فرضيات، بدأ يعرف يعني ايه كلمة اشعاع، وكأن مفهوم العلماء وقتها للاشعاع خاطئ. بيقول ان الاشعاع ده مش حاجة متصلة، ده هو حاجات متقطعة، بس احنا ما بنقدرش نشوف في كل جزء لوحده، ولكن بنشوفهم على بعض. يبقى بيتكون الاشعاع من بلايين من الوحدات او الدفقات الصغيرة من الطاقة، تسمى كل منها كم او كوانتم أو فوتون. طبعا صاحب لفظ كلمة فوتون هو أينشتاين، لأنه قدر يثبتها. وكلمة فوتون هي كلمة مش سهلة، لأن كلمة أون يعني جسيم، إلكترون يعني جسيم سالب، بروتون يعني جسيم موجب، فوتون يعني جسيم ضوئي. وبكده بيقول لهم إن الإشعاع جسيم وليس موجات كما هما بيعتقدوا. فهو بيقول هو فوتون، بس احنا مش قادرين نشوف الفوتون لوحده، مش قادرين نشوفه منفصل، مش قادرين نشوف حباية الرمل لوحدها، ولكن نلاحظ خواص الإشعاع الصادر ككل، وهي الخواص الكلاسيكية للموجات. يبقى هنا ممكن كمان يجي فيها سؤال ان احنا لو قدرنا، ده ما بيحصلش، ان احنا نشوف الفوتون منفصل، يبقى احنا هنشوف في الطبيعة الجسيمية. طب امال احنا بنشوفه موجات ليه؟ لان احنا بنلاحظ خواص الإشعاع الصادر ككل. يبقى لو جه سألك على خواص الإشعاع الصادر ككل، وكأنه بيسألك على الخاصية الموجية للإشعاع. طيب يبقى أول فرضية هو بيعرفنا بطبيعة الإشعاع، وإنه مش عبارة عن موجة متصلة، ولكن هو عبارة عن بلايين من الوحدات أو الدفقات اللي بتسمى كوانتم أو فوتون. رقم 2، بدأ يقول ان كل فوتون من الفوتونات اللي احنا مش قادرين نلاحظها منفردة طاقتها E وبتساوي H في نيو، حيث ان H ثابت بلانك ونيو التردد. طبعا هنلاحظ ان كنا بناخد التردد على انه F، وبعدين رجعنا ناخده نيو على اساس ان دي موجات، تردد موجات. طيب ماشي، احنا دلوقتي ادي E بتساوي H في نيو، اتش ده ثابت بلانك. لو حبينا نعرف وحدة ثابت بلانك، يبقى اتش بيساوي اي على نيو، يعني جول على ثانية سالب واحد، يعني بيكافئ جول في ثانية. يا ترى مين اللي وحدته جول في ثانية؟ هل احنا خدنا بالنا من الوحدة دي قبل كده؟ احنا شفنا الجول على الثانية. جول على الثانية دي وحدة القدرة الكهربية اللي هي تكافئ الوات. وأما دلوقتي إحنا بنتكلم عن جول في ثانية، جول في ثانية ده وحدة ثابت بلانك. يبقى إحنا دلوقتي لو قلنا جول على ثانية، يبقى أنت في الكهربية، يبقى أنت معاك وحدة القدرة الكهربية اللي هي بتكافئ الوات، لكن لما تقول جول في ثانية يبقى أنت في الحديثة، وديا وحدة ثابت بلانك. طيب يبقى إحنا بنقول طاقة كل فوتون
اي بيساوي اتش في نيو، حيث ان اتش ثابت بلانك ونيو هي التردد، واتش دي 6625 من 1000 10 اس سالب 34 جول في ثانيه. الفوتونات تصدر نتيجه تذبذب ذرات الجسم المشع. يعني ايه تذبذب ذرات الجسم المشع؟ يعني ما فيش فوتونات هتصدر، ما فيش اشعاع هينتج الا اذا كانت الذره او الالكترون مسار الى مستويات طاقه اعلى، وعند عودته الى مستواه الارضي هيبدا يفقد فرق الطاقه في صوره اشعاع. يبقى لما بيعود بيبدا يفقد، ده اللي يقصد بيه التذبذب، يعني عودته من المسار من المستوى الأعلى إلى المستوى الأقل. رقم 4 بيقول إن طاقة الذرات المتذبذبة منفصلة ومكماة، وتأخذ مستويات الطاقة قيم E بتساوي N في H في نيو. يعني أدي مستويات الطاقة، كل مستوى عليه طاقة معينة محددة، ما هوش عشوائي. يعني مثلا احنا اعتبرنا مستوى الطاقة ده 1 0، مثلا ده اتش نيو، ده 2 اتش نيو، ده 3 اتش نيو، ده 4 اتش نيو، وهكذا. فكل مستوى لو انا عندي الكترون هنا وعايز او اخذ طاقة، ولكن الطاقة دي ما هياش اتش نيو، فهو مش هيقدر يوصل لمستوى الطاقة ده. يعني وصوله الى المستوى الطاقة الاعلى شرط عشان ده يتحقق، ان يكون اكتسب الطاقة اللي توصله لهذا المستوى، لان المستوى مكمة، المستويات مكمة، وما تقدرش ان انت تقول هبقى بين المستويات وبعضها، لا، يا معاك طاقة توصل للمستوى يا عدنك في مكانك. طيب ماشي، يبقى احنا بنقول ان لا يصدر اشعاع من الذرات طالما كانت مستقرة في مستوى طاقتها الارضي. الجزئية اللي بعدها، ليه بقى لا يصدر اشعاع ادام هي الذره موجوده في مستواها الاصلي وما تعرضتش لطاقه؟ فهي هتدنها في مستواها الاصلي، في الحاله دي مش هيصدر عنها طاقه لانها لم تعود من مستوى اعلى الى مستوى اقل. رقم 6، عند انتقال الذره المتذبذبه من مستوى اعلى للطاقه الى مستوى ادنى للطاقه، ده الكلام اللي احنا بنقوله، هتفقد او هيصدر منها فوتون اللي هو الاشعاع. بقى احنا خلاص عدنا بنقول عليه فوتون، الفوتون ده هو طاقته اي بيساوي اتش في نيو. طيب رقم 7، عند الترددات العاليه، يعني بزياده تردد الفوتون تزداد طاقتها ويقل عددها. يعني ايه عند الترددات العاليه؟ دلوقتي انا عندي الالكترون دون لو اكتسب طاقه اتش نيو هيبقى هنا، طيب لو اكتسب طاقة مقدارها 2 اتش نيو هيبقى هنا، طب 3 اتش نيو طب هيبقى هنا، طب 4 اتش نيو هيبقى هنا. طيب الالكترونات اللي وصلت، نفترض يعني على سبيل المثال الالكترونات اللي موجودة هنا، تقدر توصفها لي؟ هذه الالكترونات تمتلك طاقة عالية، طاقة كبيرة جدا. طيب انت منتظر منها ايه ككلاسيكية؟ منتظر منها انها تعود الى مستواها الارضي الاصلي، لان هي كانت هنا بس اكتسبت طاقة كبيرة مكنتها انها توصل لهذا المستوى، وهي وجودها في هذا المستوى هي في حالة غير مستقرة، فالمفروض إنها بتقضي فترة العمر وبتعود إلى مستواها الأصلي. فأنا منتظر منها إنها لما تيجي تعود لمستواها الأصلي هتفقد فرق الطاقة اللي هو 4 اتش نيو، دي قيمة كبيرة للطاقة. وبالتالي أنا منتظر هنا إني هشوف طاقة كبيرة، هشوف إشعاع شدته عالية، هشوف طاقات كبيرة جدا، ولكن ده ما بيحصلش عند الترددات العالية، ما شفتش شدة إشعاع كبير. يا ترى إيه السبب؟ السبب إن الإلكترونات اللي معاها الطاقة الكبيرة دي مش هتوصل لمستواها الأرضي زي ما أنت متخيل، مش هتوصل في موجة متصلة من هنا لهنا وتفقد فرق الطاقة، لأنها هتعود على مراحل، يعني هتعود من المستوى دون للمستوى ده ممكن، وبالتالي في الحالة دي هتفقد الإشعاع في صورة طاقته، هتبقى فرق بين المستويين دول، وبعدين تقفز قفزة تانية من هنا لحد هنا ويصدر عنها إشعاع، إشعاع ده هيساوي طاقته، هتساوي فرق الطاقة بين المستويين دول، وهكذا لغاية ما تعود لمستواها الأرضي. وده معناه إن هي هدرت القيمة بتاعتها بكثرة العدد، يعني كأن الطاقة بتتوقف على قيمة الطاقة نفسها أو العدد. فهنا لو أصدرت أكتر من فوتونات هيبقى في الحالة دي قيمة الطاقة لكل فوتون قيمة قليلة وما هياش بالشدة اللي احنا منتظرينها.
برضو بنكرر السؤال ليه عند الترددات العالية، يعني عند الأطوال الموجية الصغيرة، ليه شدة الإشعاع بتقترب من الصفر؟ لأن عند الترددات العالية أنت منتظر شدة كبيرة، على أساس إن الإلكترون هيعود من المستوى العالي إلى المستوى الأرضي مرة واحدة. احتمال إنه يعمل كده، يعني بعدد احتمالات، ولو الاحتمالات دي كبيرة هيديني شدة إشعاع كبيرة، لكن تقدر تقول إن احتمال عودته من المستوى العالي للمستوى الأرضي مرة واحدة احتمال ممكن يكون بصفر، وبالتالي الشدة اللي انت منتظرها في عودته مرة واحدة عشان يفقد الفرق الكبير اللي بين المستويين احتماله ضعيف جدا، وبالتالي هيكون شدة الإشعاع هنا تقترب من الصفر. طيب عايزين بقى نشوف تطبيقات على الإشعاع الصادر من الأجسام. دلوقتي إحنا عرفنا إن كل الأجسام بيصدر منها إشعاع، بس الإشعاع اللي بيخرج من الأرض غير الإشعاع اللي بيخرج من الشمس غير الإشعاع اللي بيخرج من الحديد وهكذا، لأن إحنا لما درسنا منحنيات بلانك لقينا فيه اختلاف من الإشعاع الصادر من كل جسم. ده ممكن يفيدني في اكتشاف الثروات الطبيعية، ان كان زمان عشان يعرفوا المكان ده فيه بترول ولا لا كان لازم يفحطوا لحد ما يوصلوا ويشوفوا، يا يا لا بعد ما تكون تكلفة والتكلفة عالية جدا يقولوا لا ما فيش بترول. دلوقتي من غير ما تستخدم المعدات ممكن تعرف في الارض دي فيها بترول ولا لا، ازاي؟ انك تدرس الاشعاع الصادر منها. لو هيشبه الاشعاع الصادر من البترول هيبقى دي المنطقة دي فيها بترول، لو الإشعاع اللي صادر منها شبيه بأي معدن آخر فدي طريقة يكتشفوا بيها الثروات الطبيعية. كمان ممكن تستخدم في التطبيقات العسكرية زي أجهزة الرؤية الليلية. زمان في الحروب كان دايما الجنود تحاول إنها تمشي بالليل على أساس إن محدش هيشوفها، دلوقتي هم ممكن لو مشي بالنهار أو مشي بالليل يتشافوا عن طريق أجهزة الرؤية الليلية، يعني اللي يقدروا يشوفوا في الظلمة، لأن الأجهزة دي بتشوف الإشعاع الصادر من الجسم وبالتالي تقدر تحس بالتحركات، ودي تقدر برضو نحمي بيها الحدود ونعرف هل في حد عدى من الحدود اللي بين البلدان ولا لا. طيب كمان بتستخدم في الطب، خصوصا لو حد عايز يكشف على الأورام أو الأجنة، إن الورم لا قدر الله بيبقى عبارة عن تجمع دموي، الإشعاع الصادر منه بيبقى معروف، وبالتالي بيدرسوا الإشعاع الصادر اللي احنا بنقول على الأشعة والسونار، الأشعة الصادرة من هذا المكان بيقدروا يعرفوا إذا كان دون ورم أو حتى في جنين أو لا. اكتشاف الأدلة الجنائية، في دلوقتي لو الجريمة لسه تم بقالها ساعات معينة ممكن عن طريق الأجهزة معينة يقدروا، اسمها أجهزة الاستشعار عن بعد، يقدروا يحسوا أو يصوروا الإشعاع الحراري اللي كان صادر في من الأم بعملية السرقة دي مثلا، وبالتالي يقدروا يعرفوا مين هو، هل كان في شخص أو شخصين، تحركاته ايه عن طريق هذا الإشعاع الصادر منه. هنبدأ بقى نحل أسئلة على الجزئية دي.